البنات صباح الخير عليكم. اليوم غادي اليوم الحد غادي نمشيو نديرو واحد ندوزو واحد نهيار في البحر شي سويعات. بنتي مع الصديقات ديالها، دونك بغيت نتقاسم معكم شنو كندي للبحر. ما كنتش عواله الصراحه نسجل الفيديو، ولكن الضروريات غادي نوريكم الضروريات وصافي، راه لان لي ساندويتش ديجا وجدتهم انتما. كناخذ الثلاجه ضروري نديرو فيها الثلج باش تحافظنا على البروده. كنفرشها هنايا، ودرت دي ساندويتش، درت لها ساندويتش واحد بالكفته وواحد بالفروماج، وحتى انا ديت واحد بالكفته ساندويتش، والزوج ديالي ساندويتش فيجيتال ديالو. غادي ندي لها شويه ديال الفواكه، غادي نديو ناكلو شويه ديال الفواكه، والفواكه الجافه حتى هما ضروري نديوهم بحال سناك نديروهم. ودرت البارح واحد الفقاس، دابا نتقاسموا معكم البنات، زوين رائع، ما كيتهرس ما كيتفرتت، ها هو حتى هو غادي ندي باش نشربوا به قهوه مع العشيه مع الامهات تما على البحر. وغادي ندي لها شيبس، هما الدراري الصغار فاش كيتلاقاو واش غادي نقول لكم، شيبس ضروري وقويطيات. ودابا ها نتوما معايا، غادي نرصي هذا وغادي نوريكم واحد اتاي غادي نديه نشربو. انا وجدتها البنات تليليجا، ما نساوش الماء، دائما الماء خصنا ندوه بكثره، لان مع الشمس وهذا. والسويك ديالنا نديو فيه الفويطات، انا ديت لهم الدراري، ديت لهم البابا شيبس الفويطات. وما نستغناوش على ضروري، لان شاك دو زور خصنا كل ساعتين خص الواحد يدير الكريما سولار. وهذا البنات هذا واحد المرطب كيدار للشعر فاش كيتعرض للشمس، كنشتشو عليه كنيدراطيو الشعر باش ما كيتحرقش. هذا مديور بسميتو بالكوك، واه الزيت ديال الكوك، وكيحافظ لنا على الشعر ما كيتحرقش في الشمس، لا ليا ولا لبنتي ولا للناس اللي عندهم الشعر طويل يديروه في البحر، كيحافظ على ما كتحرقش الزغبه. ودابا ها نتوما معنا فاش نوصلوا للبحر نوريكم شويه ديال المناظر من البحر. وانا بطبيعه الحال ما يخطانيش لا تاي ديالي، دابا وليت كنشرب هاد تي ماتشا. دابا نوريكم في العشيه اللي طلبت المكملات الغذائيه اللي طلبتها، فيتامينات غنشاركها معكم اللي مهتمه بالامر. هانتوما هاد الماتشا، هادي واحد العشبه صحيه بزاف البنات. المهم في العشيه غادي نهضر لكم عليها، ما نحرقش المراحل. كنديروا غير الرويس ديال معلقه، غادي نديروه هنايا في هذا واحد طير، ممكن ديه معايا للعمل ديالي دائما كل نهار. وغادي ندير له الماء طيبته من قبل، دابا دفى شويه باش ما يحرقناش لي بروبريتي ديال ديك العشبه. هاد العشبه جد مفيده، دابا نوريكم نهضر لكم شويه على لي بروبريتي ديالها، الفوائد ديالها. هي راه بيو وغير 50 غرام، 50 غرام، نشوف وي 50 غرام، ها هي فين مكتوبة صغيرة، 50 غرام ديال الجابون، كدير 10 أورو 25، ولكن بنادم الواحد على صحته يخسر كتر. شنو نديرو دويرة في البحر في مطرق عامرة، كلشي كيمشي للسور، الناس راه بدات كتاخد عطلة. Thank you.
نشوف بدون نديرو الصومبريا نشوف كيفاش غادي نديرو مزيون هاد الحال كانت بزاف مفيهش البشر بزاف هذا مويتو صغير ولكن شوف كي داير الناس بحال الزبيب وهي لاباج زوينه شوف شحال القطيه شوف غزاله والدريجات هانتوما باش تدخل للبحر المهم خادمين هنايا هانتوما هاد لو بتي تخيك هنايا باش الناس تضلل هنا الراتو الشمس يجي هنا ودايرين هنايا الكريسيات هانتوما الناس كلشي مضللة وهادي هي لابلاسيطا هنايا كنجيو كنتقهوى ونشربو قهيوة ودايرين هنا باركي ديال الدراري الصغار استاي استاي يلعبو لنا شوية الدراري عاد نمشيو نشربو قهيوة لهنا وهذه هي المكملات الغذائية اللي طلبتها طلبت معها مجموعة ديال الأشياء ولكن بغيت نشارك معكم هاد الفيتامين اللي طلبت صحيين بزاف ومفيدين للجسم وخاصة الإنسان فاش كيقفل صافي كيبدأ الربعينات الأربعينات صافي خصو يساعد الجسم ديالو بالفيتامينات لأن ماشي دائما كناكلو الماكلة متكاملة دائما ينقصك شي فيتامين ولا لو كور ديالك مي اسيميليش الفيتامين دونك بغيت نشاركهم معكم اللي مهتمة بالأمر تحاول تشريهم ولا راه كاينين في المواقع على الانترنت وكاينين في صيدليات بيو. اول حاجه طلبت المغنيسيوم كيجي انا ما طلبتوش كابسول طلبته غبره كندير 3 ميلي غرام في 100 غرام ديال 100 مليلتر عفوا ولا 175 مليلتر ديال الماء وكنشربو في الليل فاش كنبغي نعس. المغنيسيوم غني عن التعريف كيصلح كيرخي لي موسكل وكيهبط لنا الكورتيزول وكنعسو مزيان في الليل ومزيان وكان بالنسبه حتى للناس اللي كيعانيو من المصران وهذا كيمشيو مزيان للبانيو. المهم كنشوفو مهم وانا بغيت نزيدو نضيفو في الاكل ديالي. والاوميغا 3 اوميغا 3 6 سعود هذه دهون حيوانيه كي يجبدوها من كبد الحوت وكتصلاح هنا جات على حساب على شكل كابسول هاي كتجي لها شكل كابسول. والاوميغا 3 راه كيسميوه هنايا هرمون السعاده لانه كي اكيليبرينا لي هرمون ومصلح السيستم نيرفو لا ميموار كيبعد علينا امراض الزهايمر. ديروا باغ انترنيت وتشوفوا الفوائد ديال اوميغا 3 وهذا مجموعه 3 6 9. وطلبت هاد السيليكا هو من المعادن مجموعه ديال المعادن يمكن الكبريت بالعربيه كيصلح لتساقط الشعر الاسنان الاظافر اللي عنده ضعف كيتقصفوا وسميتو العظام
لي زارتيكولاسيون فاش كيبداو كيحرقونا لي زارتيكولاسيون والصبوعه ديالنا. ها نتوما راه كيجي محكم و كيجي القطينه عاد كيجيو لي كابسول. هادي كنشربها انا مع الاكل في الغداء كنشرب وحده. الناس كامله اللي كيعاوننا كذلك باش كنابسورفيو باش كيتابسورباو لي فيتامين. الماكله اللي كناكلو راه ماشي كلها كنستافدو منها، بزاف ديال المعادن اللي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم الا ما كانوش متوازيين في الجسم راه كيمشيو في البيت المحاشاكم بلا ما كيستافد منها لوكو. دونك سيليكا هو واحد المجموعه ديال المعادن اللي كتاكيليبري لنا كلشي في لوكور ديالنا في الدم ديالنا و كتساعدنا في العظام. الناس اللي كتعاني من بولي ارتريت والاستروسيس هذا مزيان يشربوه واحد الشهر وغادي يلاحظوا الفرق. انا بديتو دابا هذه سيمانه اسبوع باش بديتو الاوميغا 3 هذه شحال وانا كنشربو لانني انا كنخدم في المهم بنادم كي فاش كتكوني كتخدمي في الحسابات راه ضروري تعاوني بالمكملات الغذائيه. وهذا التيماتشا راه وريتو لكم في الصباح فاش ديتو معايا للبحر. التيماتشا ديروا الماتشا فوائد الماتشا وتشوفوا الفوائد ديالها كثيره. هاد الماتشا كتحيد كتهبطنا الكورتيزول كتنيبي لنا السكر في الدم. يعني الناس اللي ديابيتيك هادو غادي يجيهم هائل هائل جدا. وعندها بزاف ديال الفوائد كتبعد علينا مرض السرطانات. المهم هذه معروفه عند لي جابوني وعند الناس اللي كيديروا اليوغا. هي او ميم طون عندها التو نيفال ديال الكافيين و او ميم طون كتيكيليبري لنا الاخر السكر ديالنا في الدم. يعني الفوائد ديالها عديده عديده عديده. البنات بحثوا عليها وغادي تشوفوا راسكم. وكتجي على شكل هكا على شكل غبره. ها هي غبره. هذه راه 50 غرام. هذه راه بحال كيشربوها الناس اللي مرضين بالامراض الصعيبه الله يبعدوا علينا ان شاء الله وعلى جميع المسلمين. هذه راه بحال اون كور بحال اون كور. هذه تشرب في الصباح بحال اي وضع اتاي نشربوا هذه. وكتهبطنا الكورتيزول بزاف والكورتيزول ستريس. الكورتيزول والستريس هما اسباب جميع الامراض. وطلبت من هاد لاباج سميتو جنجلان. جنجلان راه واحد الطاقه ديال الكالسيوم، فيه الكالسيوم بزاف الجنجلان ومزيان في الفطور. هذا بيو، ها هو بيو، طلبته بيو. وطلبت هاد الزريعه حتى هي ديال زريعه تعبت الشمس حتى هي بيو مزيانه بلا بلحه تجي طبيعيه. طلبتها كنزيدها انا مع الشوفان في الفطور. وهذا وهذه غبره ديال الكاكاو. غبره ديال الكاكاو كتجي على هذا الشكل. ها نتوما هذه الناس اللي كدير العصائر والناس اللي كدير الرياضه ها هي كتجي. هذا غير كاوكاو مطحون ديزيدغاتي ما فيه حتى شي حاجه، غير كاوكاو مطحون ديزيدغاتي. كتزيدوه في العصائر ديالكم، كتزيدوه في الفطور ديالكم مع الشوفان، ديروا معلقه، كديروه في دانون، كديروه مع الحليب، كديروه. الفوائد ديالو حتى هو راه اش غادي نقول لكم. وعطوني هذا كادو، هذا الشوفان كيلو ديال الشوفان جاني باطل حيت طلبت عليهم هاد المواد هاد ليكم لي هاد لا فيتامين. كيجي هكا هذا شويه مطحون هاد الشوفان وكيجي بهاد الغريرف ديالو. مقدار 50 غرام ديال لي كل واحد ياكل في النهار باش ما نبالغوش عاوتاني في الشوفان. راه اي حاجه كنبالغوا فيها راه كتضر الجسم. هذه واحد لاباج سميتها اتشي اس ان اي. ها هي اتشي اس ان اي فود، فيها كتبيع كلشي. تقدو تشوفوها باغ انترنيت اللي كيهتم بالامر. الناس اللي كدير الرياضه راه كيبيعوا لي بروتيين، كيبيعوا كلشي صحي بدون سكر، خالي من الدهون ولا بالدهون ولا الزيوت ولا في عندهم كلشي. اللي مهتمه بالامر تطلع في باغ انترنيت ويشوفوا اتشي اس ان اي. ما عرفتش واش كيوزعوا للمغرب ولكن انا كنظن لان كيوزعوا على جميع العالم كنظن انا سي سيغ عاد. وهو هذا البنات كنت بغيت نشارك معكم هذه المنتجات اللي طلبتها صحيه وما غاديش نستغنى عليها. هذه غادي نضيفها في
نضيفها في الاكل ديالي. هاد اوميغا 3 كنشربها في الليل باش نكونوا واضحين، هذه كنشربها مع الغداء، مع الغداء. والاوميغا 3 كنشربها في الليل، هو والمغنيسيوم. وهذا كنديه بحال اتاي معايا للعمل في الطيرمو ديالي، كندير نص معلقه مع في 200 ولا 300 ملي ديال الماء وكنديه في الطيرمو ديالي. كندي هذا كيعاونني نتكونسونطرا ونتريلاكسا، ما نتعصبش في الخدمه وزيد وا 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 وا, وا كي كيقولوا فتشوا عليهم في الانترنيت وتشوفوا الفوائد ديالهم هما هادو. وهو هذا البنات، مع السلامه، تهلاو في راسكم الله يخليكم على خير. بسلامة.